أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في الفقرة الأخبارية الأسبوعية، وإلى جديد أخبار الثقافة والفن. بلهجة أهل عدن وبالزي اليمني التقليدي، أحيت مسرحية هاملت لكاتبها شكسبير أمل الكثيرين بعودة الحياة الثقافية إلى اليمن، إذ لاقت المسرحية التراجيدية هذه صدى واسعا لديهم في ظل الأوضاع التي يمرون بها. اليمنيون يعبرون عن سعادتهم ويقولون إن العرض كان بمثابة حلم قديم وتم تحقيقه، حيث مرت سنتان على تحضير هذه المسرحية المستوحاة من الأدب العالمي. فالأمر لم يكن مجرد عرض لمسرحية شكسبير، بل هو ترميم تاريخي لمعلم ثقافي أقيمت فيه. ويأمل الفنانون أن تتوفر أعمال ثقافية ومسرحية وسينمائية بمستوى كبير يساهم في إبراز الثقافة اليمنية. ثمة جمالية ورسالة تكمن في عبور الأضواء عبر هذه العبوات البلاستيكية المستخدمة في عرض لباليه لأول مرة، والذي حمل عنوان بلاستيك. فعلى أنغام سيمفونيات مفضلة ورقصات منفردة وإيقاعات كلاسيكية، سلط هذا العرض الذي قدمته فرقة يابانية سلطت الضوء على مشكلة التلوث البلاستيكي، حيث قضى منتج العرض ومصمم الديكور وقتهما في جمع ما يلزمهما من النفايات كالإكسسوارات للتجهيز لهذا العرض. أكثر من 10,000 عبوة استخدمت في خياطة هذه الأزياء وصنع الجدران العملاقة. أطفال يلعبون ونساء تغني وغيرها من القطع الفنية صممها الفنان مايكل غا، صانعا أحدث قطع فنية له في هذا النسيج. يجمع هذا الفنان عدة أكياس كبيرة من المنسوجات كل أسبوع من محلات الخياطة أو أسواق السلع المستعملة، ثم يقوم بتنظيفها وقصها وتركيبها في لوحاته. العديد من أعماله عرضت وبيعت في الأسواق المحلية والأجنبية، فهو يهدف من خلال حسه الفني هذا، يهدف لإيصال رسالة وهي الحفاظ على البيئة واستدامتها. وإلى جديد علوم الروبوتات في عالم الفن، روبوت جديد ينحت أشهر التماثيل والمنحوتات التاريخية، هذا ما يعكف النحاتون والباحثون على تطويره. الروبوت ذو الذراع الطويل يبلغ طوله حوالي 4 أمتار ومصنوع من سبائك الزنك، ويقوم بنحت أشهر التماثيل مثل تمثال فينوس وغيرها بدقة مجهرية تصل إلى 99%، أي إنتاج نسخ متماثلة ومتكاملة الحجم. المطورون يطمحون أن تعيد المتاحف الأوروبية المنحوتات الأصلية لبلدانها وأن تنتقي منحوتات هذا الروبوت. مشاهدينا، وصلنا بكم إلى ختام جولتنا الثقافية، نلتقيكم الأسبوع المقبل. أما الآن فعودة للزميلين جيهان وخلفان وبقية أخبار العاشرة، إلى اللقاء.